ازيكم يا شباب؟ احنا النهارده هنلعب لعبه صيد السمك الجميل جدا. خلينا بقى نلعب بقى. بصوا يا شباب، طبعا في التعليقات جبنا ناس معانا بس شكلهم احسن من الاوفر. شوفوا بقى مين بقى معانا. دولت كلهم، دولت بقى شباب الجمال، شكلهم حلو قوي. اكل الشباب هم ياكلوا بقى، بقالهم كتير ما ياكلوش اصلا. كمان فلوس فلوس. شكرا يا شباب. ازيكم يا شباب؟ النهارده هنلعب لعبه واحنا بهنج ده ولا ايه؟ تقريبا مهنج. ريحه السمك ده اصعب من الاخر، اصعب اصعب صعب ريحه السمك دي. بس الشباب طبعا بيفكوا في نفسهم ويروح هنا. طبعا من الشباب هيروح هنا بس في المكان اللي يبان عايزين يعمل شويه حاجات. مكان فاضي خالص، فاضي اوه سمكة ملونة. ماشي بوسة. ودلفين ده ولا ايه؟ حاطط بقى الفلوس. احنا اول مرة نشوف السمكة دي بتاعت نيمو. شفناها، ايوه شفناها. جوهرة بقى ادانا بقى جوهرة الارض. شكل بس حلو السمكة الملونة دي، صح يا شباب؟ خلونا يشتريها ويجيبها، بس احنا اللي ينزل اصطاد. صح، نجيب سمكة، مش عارفة السمكة دي. بس سمكة نيمو حلوة، حلوة سمكة نيمو دي. طبعا احنا عايزين سمكة الملوين او كذا واحدة منها. مفتاح بتاع تيك توك ده ولا ايه؟ بس مقلب. اقلبوا الموبايل بتاعكم للكمبيوتر، لما عندكم كمبيوتر اقلبوا الموبايل بتاعكم، اقلبوه بأي طريقة. تشوفوا بقى دي علامة تيك توك، فعلا بقت علامة تيك توك. شفتوها ولا لا؟ خلينا بقى حوت صغير. بس الحوت ده مانو، ليه عين وليه ودان وليه بكبان. استنى بقى، استنى شوية أسماك جميلة. انتوا طبعا شايفين قدامكم فوق 2 3، فهموني بقى فوق هنا، فوق شايفين على ايد اللي انا بلعب فيها، يعني بخرب بالايد دي. خرب حطينا حلوة السمك ده الملون. الناس هيجوا عندنا واشتروا بقى. احط فلوس، احط فلوس. ما كفتش الفلوس. عايزين بقى ايه يعمل ايه بقى النهارده؟ امشي نوم. دروس طبعا نورس بياكل السمك. ينفعش ليه؟ طيب ينفعش ليه؟ لا وفيه يا ابني، ما هي هي اصلا. عايز بقى دي كده. ايه ده؟ شفت اللي انا شايفه؟ احلى حاجة مكان السي يابان. عدي من هنا يا معلم، يا برج فاقد ده. وصل ازاي؟ عملت ايه بقى؟ تعدوا هنا يمين شمال يمين شمال يمين شمال. طبعا في حاجات ناقصة هيدور عليها النهاردة. نسيت لكم اللحمة. طبعا شباب اعملوا كومنت ولايك واشتراك. لون الاحمر ده ايه؟ قولوا لون الاشتراك. لون اشتراك الكومنت لون اشتراك. ولزق البحر ده لون اللايك.
وتحولوا الى رمادي. اوريكم بقى لون الرمادي من عينيا. هو ده اللون الرمادي اللي هي الخفيه دي اللي شايفينها. لو اوريكم لون الرمادي احسن اخر ده. لا في حاجه هنا خلي اشوف ايه دي بتاعت ال ما انا قلت بقى لازم بقى ينزل عشان كده. الله لقينا القطع اخيرا ربنا يخلصها اصلا سريع اوي في التخليط. في ايه تاني خلاص كده ولا ايه؟ المفروض عددها متمشي اصلا بس مش مشكلة. طب شباب اسموني جزء تاني بس احنا لازم نخلصناش اصلا. ماما امشي هنا تاكلوا. طبعا معانا كلب زعتر ومعانا دولفين بطل. ده دولفين ده كلب البحر. طب يا ملي احنا مطورين الدنيا الدنيا. عندنا الشري فلوس. هدلعكم بقى بالفلوس بقى. اللعبة بتهنج فلوس تاني فلوس. ايه يا ابني انت مدلع فلوس النهارده؟ لا انا مش مدلع فلوس. انا مدلع دلع 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 فلوس. ارمي الفلوس للشباب شباب 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 شباب. بص احنا بقينا كام احسن شباب في العالم. يعني بقى كل الكلام ده خلينا الف فلوس خلصت. خلصت فلوسك عشان حاجات؟ لا طب يروح هنا. طيب لا هنا احنا ده كل شباب بقى الارض. تعال احنا بقى الارض شوية. ايوه كده اذ كابوريا. شو بقى يلا بقى أذ كابوريا. حلو ادي السمكة دي. المفروض السمكة دي احنا عملناها في لعبة ماينكرافت. يعني السما بس هي ساعات بتحطوا على فيلم منظر بس. طب خلينا ياكل. حاسس كلب البحر ده بيقول او حاسس كده بالظبط. بس احنا معانا كلب البحر هنا لونه حلو فتح وده لونه شكله جميل ماشي. طب مش عارفين نعمل ايه. طب يجيب اخطبوط. مش عارفين نجري. مش عايزين يجيبوا اخطبوط الارض. طبعا ياكل فلوس. تمام خلينا بقى ايه كان. طبعا شباب معانا. طبعا شباب هيقول باي.